مظبوط، بس بكير لسه ما تعرفنا على بعضنا منيح. بس انا حاسه اني بعرفك من زمان. وانا كمان. حزير، شو اسمي؟ اسمك قمر. لا، فجر. كمان لا، شمس. ما حذرت. زهرة. كمان ما حذرت. فاتنة. حلوة. لا، ياسمين. كمان لا. فلة. ما حذرت. زنبقة. كمان ما حذرت. حلا. حلا، اسمك حلا. ابو معقول، ما بصير لازم يكون اسمك واحد من الاسامي اللي عديتهم. وليش ما بصير؟ لانه كل الاسامي اللي عديتها بتلبق لك. معك حق، بس واحد ما بايده يسمي حاله. لك اتركها، غزبلها للمخلوق، غزبلها. خليها تعرف تشتغل بجهاز. بلاش يقطش القلب شيطي، قلبي. اطمني خالي، وضعي كويس. ايه ايه استاذ جميل، لسه بعد بدك تحذر ولا عجزت؟ أنا من جهتي ما بقي عندي أسماء خرجك، عجزت. أنا بساعدك جميل. اسمك أميرة؟ لا. لطيفة؟ كمان لا. حسن؟ لا. حسنة؟ كمان لا. لك سموها فوزية، بس اتركوها تعرف تشوف شغلها. صح، حضرتي، أنا اسمي فوزية. فوزية؟ عاشت الأسامي. فوزية اسم كله شعرية، على وزن شاكرية، لوخية، سحلية، حنفية. هي حلوة. حلوة جميلة. الطلبة حضرتوا، بإمكانكم تقولوا طلبكم. ايه بصراحة نحن قلنا عندك طلب، وإذا وافقتي عليه بيكون كتر خيرك. إن شاء الله بابا ما بيخجلكم. بابا بس الطلب اللي بدك تلبينا إياه هو أنتي مو أبوكي. أنا ما بقدر، لازم بابا الأول يوافق. وعلى شو بده يوافق؟ على طلبكم. ايه بس نحن طلبنا يا ست الحسن من لانتي هو انه ديري بالك على ام محمود. بعد اذنك. حاضر. انا انطمزت يعني. وينها وينها؟ جوا جوا. هون؟ وين 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 وين؟ لحد ام محمود، لحد ام محمود. مين ام محمود هي؟ جارتنا هي، دائما كنت اسالك عنها، هي رجع مجبصنة. اي هي طلعت. شو طلعت؟ دكتور الله يخليك، وين طلعت؟ طلعت على مشفى خاص. منو مشفى؟ ما بعرف. ما بتعرف مين بيعرف لكان؟ وانا شو بيعرفني مين بيعرف؟ حبيبي دكتور الله يخليك، قل لي يعني هيك هيك هيك، انت تتوقع وين بنلاقيها؟ يا اخي ضروري تلاقيها؟ ايه ضروري، ضروري كثير. مشان شو؟ ايه قلت لك شغله. شو شغله؟ ايه ما قلت لك بدي بشرها بشاره حلوه كثير بعد هيك. ايه بعرف بشاره، بس شو هي البشاره؟ ما راح اقول لك. ليش؟ لانه اذا قلت لك راح تروح تبشريها وتاخذ الحلوان بدالي وبطلعنا من المولد بلا حمص زميط. لا تخاف، حلوانك محفوظ، بس قلي شو هي البشاره؟ ما راح اقول لك. ورايك؟ رايح دور عليها بالمستشفيات. ايه وقف، خذني رح وقف. جريدة عادية لقيتها بالكوريدور. وين راح استاذ جميل؟ نزل على الصيدلية ليجيب دواء اللي وصف الدكتور. شو بيشتغل؟ ايه استاذ جميل بيشتغل مهندس. باين عليه. يلا وشو مبين عليه كمان؟ يعني ظريف ولطيف وابن عيلة. ايه هذا من ذوقك، وما بتعرفي انه مدير؟ مدير؟ ايه باين. مدير شو؟ مدير لإحدى المديريات الحكومية. وعنده سيارة؟ طبعا، وطويلة من ورا كمان. طب بدي اسألك سؤال، ولو في شوي يعني. لا ما قولي، تستعي لا تستعي لا تستعي. وش حياة؟ اخوكي متجوز ولا خاطب ولا لساته عازب؟ مين اخي؟ استاذ جميل. ليكو اجا اسألي. خير، شو بدها تسأل؟ اسألي. بس تحي. هي الامله براس الاقرع اللي ما في شيء بالمره. لا تستحي شغله ما بدها مستحى. جميل تعال حبيبي لهون. فوزيه بدها تسالك سؤال ومستحيه. فسفز؟ لك ايه فسفز، بتسال بدل السؤال عشرة. يا احلى فسفز بالمستشفى.
لا بستحي. لا ليش تستحي يا أنسة فسفس؟ اسألي عيني، اسألي ولا يهمك، اسألي. لك هجرة اتركها للبنت، عم تقلك تستحي. روحي اختي، روحي شوفي من كنتك المونيتور جيتك. هلا بيجعني قلبي وبصير بيعطش قلبي. اطمني خالي، شايفته من عندي. اسألي فسفاز. فرجيني ايدك. فرجيني ايدك الثاني. ايه بفرجيكي شعلي. خلاص ما عاد في داعي اسألك شيء، انا اسمعك. انا انطمزت بعدي. انه شبه شو صار لها؟ ايدي فيها شيء بيطمز؟ يمكن انطمزت من هاد. يا الله يصلحك يا اخي، معقوله فسخت الخطبه ولهلا لابس المحبس؟ هاتو هاتو. اخوكي؟ مين اخوكي؟ ايه بس منيح اللي فسخت الخطبه، فات فرحك. اصلا ما بتستاهلك، لازم تدور على وحده ثانيه تستاهلك، لازم اخي. اختك معها حق. اختي معها حق؟ انو اختي؟ شو عم تحكي انت؟ انه شو القصه؟ شو عم تحكوا؟ جيني يا اللي جبت الدواء لام محمود، لانه لازم اعطيها حبه. ما في شيء بيستاهل انك تزعل مشانه، وبكره الله ببعث لك احلى والطف منك. الطف من مين؟ من خطيبتك اللي فكيتها. لا فكيت ولا ربطت انا. هنو شو صار؟ نزلت جيب الدواء لام محمود متجوز، رجعت خاطب وفاكك، شو القصه؟ شو اللي صار؟ متجوز؟ قال انطمزت يعني. قال ايه متجوز. هي هو وهي مرته. ليكا فايره، ادي اشتغلي بالمنتور شيتك فايره. قلتي لي اخوكي. انا ما قلت. انت اللي قلتي. انا ما خطر على بالي ابدا تكوني مرته، لانه لو كنت محلك ما بسمح لزوجي ابدا يحكي مع وحده ثانيه كلمه وحده حلوه. ديري بالك على جوزك، مبينته مانو سهل. طبعا مو سهل. انا فسفس معها حق. قلت لك لا تقلي فسفس، اسمي فوزيه. لك ليك شاشة كمان انطمزي. لك حاجه بقى طمزان. الانسه فوزيه معها حق فعلا يا هلا، لازم تديري بالك على جوزك، لانه الرجال مالهم امان، خاصه اذا شافوا وحده حلوه ولطيفه وناعمه مثل فسفس. قلت لك لا تقلي فسفس، واذا سمحت احترم حالك وما في داعي لهالمجاملات. لابتعدي، وين رايحه؟ رح اقضي حاجه. لابتعدي تعي، هلا وقت حاجتك. تعي شوفي هذا شو اسمه، هلا وقتكم انتو اثنين، وقت مزحكم. اتركوها للبنت عم تنطمز. تنطمز شو بدي اساوي لها؟ بعدي انا ما دخلني الحق على انا، مدري منين طلعت لي بقصه هي اخوها وخطيبته. شفتكم معجبين ببعض، قلت يا بنت اعطيهم مجال شوي وشوفي جوزك شو ممكن يساوي. شو لقيتي؟ شو لقيت؟ ما بكشي، صرت عم تعرف تحكي كلمتين حلوين، بس وقت الجد عم تكش. عم كش؟ انا عم كش؟ خلص من بكره بطلت كش، رح بش منيح. طولت هي، وين راحت؟ روحوا شوفوا ليها، خايفه يصير لي شيء. جميل، روح دور عليها وجيبها. لا مالي رايح، روحي انتي. ليش خايف منها؟ لا مالي خايف، بس يعني. بس شو؟ روحي انتي احسن. ايه يي ليكا اجيت لحالك، شرفي. جميل، هلا بيكونوا اجوا الاولاد، شو بدنا نعمل؟ لا تكلي، معهم مفتاح. ومين بده يغديهم؟ روح انت غديهم. شلون روح واترك فسفاز؟ فوزية لو سمحت. قصدي نترك فوزية لحالها مع عم محمود. الأنسة فوزية إذا بتريد. قصدي ما بصير نترك الأنسة فوزية لحالها مع عم محمود. يا الله يخليكم، لا تتركوني مع حدا أنا. واحد منكم بيروح بيغدي الأولاد وواحد تاني بيضلوا. جميل، بتروح أنت ولا بروح أنا؟ أنا ما بعرف طعمي حدا. وصلني لك عن ورجع لهم. لا الله يخليكي، خلي وخدي تاكسي على حسابي ولا تاخذي. ماشي باخذ تاكسي. ام محمود بتوصيني شيء؟ جيب لك شيء شغله معي. سلامتك هنا، بس بس شو مريم محمود؟ لا تستحي بالمره. نبي على جوزك ما يحكي مع لفوزيه، خليها تنتهي بالمونيتور جيتا. يا ريت يا مدام تاخذي جوزك معي، وما في داعي يضل حدا منكم هون، انا بكفي. لا الله يخليكي هنا، لا تتركوني مع لحالي. طمني ام محمود ما رح نتركك، هلا انا رح اغدي الاولاد. جميل بيضل هون، بيجي لهون جميل بيروح. تقبريني يا هنا، شو حنوني؟ الله يرضى عليك، عم عذبكم معي ما؟ فشو بدي ساوي؟ مالي غيركم انا. مالي غيرك، وانا مالي غيرك يا محمود. كفايه بقى يا هنا، كفايه.
مش حتأخر عليك يا حبيبتي. اوكي خدي بالك من نفسك يا ضنايا. باي باي. شفتي ما انطمزيت. شو قصدها هنا؟ نحن معنا غيرك وانت بركتنا لتكون سانة سنينات تتديلها مني شي 4-5 آلاف. اكيد هالاعتناء الزايد فيني مولا الله. اكيد بدها تطلب شي مقابيله. قولي مصيبة. شو بدي ساوي؟ ما بقدر انه لا تخدموني. بخاف حدا يسرق النمرة، واذا بدي خليهم حواليي بدهم يمننوني ويطلبوا مصاري. ايه اريضا. شو هالمرة هي؟ ما خليت كلمة حلوة وما قلت لها اياها لفزفز وما غارت. لا وشو؟ قال فسحت لي مجال مشان شوف شو بدي ساوي. طلعت بكش. ايه شو انا قميص فانيل لنا كش؟ ما في قدامي غير اني سايرهم هلا لحتى يضلوا جنبي يحموني غصبا عني، محتاجة إلهم. وبس اطلع من هون واصرف النمرة ساعتها لكل حادث حديث بتكون السمكة أكلة الطعام. أوه عس النار. لا وشو بتقلها أم محمود؟ نبي على جوزك ما يحكي مع فوزية. بتقوم هنا خانم بتقلها لا تخافي جميل عائل. وبعدين لك شو بدي ساوي لها تصير بنظرة مالي عائل؟ رح تجنني. رجاء بلا انفعالات، القلب بلش يتأثر. الحلوان بوصلك حبيتك، ما عم تقولي ان جارتك بتحبك وبتحبني ها؟ خلاص روحي على بيتك وحطي اجريك وايديك مي بارده والحلوان بيوصل لعندك. يلا روحي روحي. طيب ريحني الله يخليك، الي شو هي البشاره؟ البشاره بتخليها تطير طيران من الفرح. طيب الي شو هي؟ ما راح اقول غير الها. يعني ما راح تقولي شو هي البشاره؟ لا. يا امري الله قومي قومي. لك هلا قوي عصك وبدك تمشي، هلا كنتي تعبانه هلا. معلش بستحمل. لك لا لا تعال هون هون هون. مرحبا يا أنسي. أهلا وسهلا. لو سمحتي نحن عم نسأل عن مرة كبيرة مريضة ومعها جلطة، عندكم إياها شيء؟ شو اسمها؟ أم محمود. بدك تقلي شو اسمها؟ نحن ما بنكتب بالسجلات لأم محمود ولا أبو محمود. لا أنا بعرف شو اسمها، اسمها سعدية مسعود. العمى السعد لحقها حتى باسمها. سعدية مسعود؟ إيه؟ سعدية مسعود موجودة. موجودة؟ بالغرفة 201. عن جد؟ يلا. يا أخ من هون. منين؟ اليمين. من هون؟ يلا بخاطرك. سلامتك يا أم محمود سلام. هلا شكورة خلوني أستاذ جميل، اوعى تخليه يهرب. هذا هو خليه يهرب، هذا اللي اشتريت منه النمرة أنا. الحمد لله لساتك متذكرتيني. معقولة إنساك؟ معقولة كبتولة؟ معقولة إنساك؟ قاتب شو هي؟ النمرة. إنه النمرة؟ تربح الجائزة الطرديات. إيه محمود طولي بالك، أنا بعتك نمرة ربحت الجائزة الكبرى 3 ملايين، تصرف فيهم بالهنا إن شاء الله يا رب. 3 ملايين؟ ألف مبروك يا أم محمود الله تستاهلي. بعدي هيك لشوفه، تعالوا لا، تعالوا لا. إن شاء الله تصرف فيهم بالهنا يا أم محمود. تعالوا لا كابتن. إذا بدك ياني سامحك وأرضى عليك بتعطيني نصهم. نص شو؟ نص جائزة الطردية اللي ما رضيت تبيعني إياها. بعتك اللي أحسن منها بكثير. لك لو كان لازم تبيعني الثانية. ولا يهمك، كل مرة الثانية بلاقي كل مرة بتربح بعطيك إياها هيك كلها. لا تضحك علي. إيه؟ بدك تعطيني نصهم يعني ال 15,000. لك تعال معي شوي. وين؟ ما بدي، بدي حلواني. الحلوان؟ أكل علي 30,000 وجاي تاخذ الحلوان يا حيوان. أرجوكم. بلا انفعالات، القلب بلش يتأثر. قلبي قلبي. وي
القلب بلش يتأثر. بدي الصباط. سيك هي طاقيتك. عجبك عن الحكي اللي عم تحكيه؟ اخي انا بدي الحلوان. وطي صوتها. هي ام محمود مره كبيره، خذها على قد عقلها، سايره لك اخي. مزبوط، بس الحق علي اللي اعطيت النمره الربحانه، كنت لازم اخليها الي، مزبوط ولا لا؟ النمره الربحانه؟ ايه عم تضحك علي انت؟ ضايقني انت؟ هدي بدك تقرقني انت؟ شو عرفك انه النمره ربحانه؟ كله حظها. مزبوط، بس يعني ضل انا اللي بعت النمره هيك. مزبوط. كتر خيرك وخيرك. يلا الله معك. الله معك. بدي الحلوان. خلص الله معك. بدي الحلوان. اسمع لك يا ابني، هلا هي ام محمود صحيح ربحت الورقه، بس بالنسبه للمصاري عود هني. سعيد محمود ربحت اليانصيب، بس ما استلمت المصاري. بس تستلم المصاري حلوانك على راسي جاهزين نحن. هذا رايك؟ عندك راي ثاني انت؟ لا ما عندي راي ثاني. قضوي سيدي. ايه؟ عندي ورقه يانصيب ربحانه، تشتريها؟ بدك تضحك علي؟ لا انا جميل حمصي انا. صحيح أنا ضويش، بس كلهم بيخافوا مني وبيحسبوا حسابي. أنا اسمي جميل، اسمي على كسمي. حيط. ألف مبروك يا أم محمود، ما بتصوري قديش فرحت لك. إن شاء الله أنا ولا أنتي. إن شاء الله. اضلينا ندور عليكي أنا وبياع اليانصيب من مستشفى لمستشفى حتى لقيناكي. خيشبتكم مني لحتى عم تدوروا علي شوفي. مشان نبشرك بالجائزة الكبرى قبل الكل. يا حصرتي راح تعبك بوش، إلي خبر أنا. ليش مين بشرك جميل؟ لك لا، انا حضرت السحب على التلفزيون وانجلطت. شفتي الجلطه؟ ليك الجلطه. سلامتك يا ام محمود، سلامتك. ان شاء الله انا ولا انت. يا لطيف ما اكذبها، بلش تمسيح الجوخ. بس على مين؟ انا جوخي قاسي ما بيمسح. تقبرني هالضحكه. لا شو وينه؟ راح لبيته. جبت لي منه 15 غلب. لك أنا 15 بطيخ، انت الثاني. ما رح اسامحه لو موت ما لك سامحته. خلاص فرحت. شو هاد؟ طلعوا لبرا. طلعوا. شو طلعوا؟ لا تطالع حدا لبرا، بالخصوصي انا قاعده، انا خصوصي. اذا عم تحسي معلش خلي لي جبيل يقبرنا. سليم طارق غدا وتغديتوا، فوتوا على اوضتكم، ما بتطلعوا منها لنيجي. فهمتوا؟ حوصه ولوصه بالبيت ما بدي. ليش انت وين رايحه؟ رايحه على المشفى لانه خالي محمود مريضه وابوكم عندها. وانا مين بده يدرسني؟ اخوك طارق. طارق درسه. ما بدي طارق يدرسني، بدي انتي. هيك زعلتوا لاخوك؟ تضرب ما اغلظك. بعدين انا ماني فاضي، قلت لك رايحه لعند خالي محمود. يعني رايحه لعند خالي محمود؟ درسيني وبعدين روحي. ما بقدر بعدين تزعل خالي محمود. هلا ام محمود صارت خاله، طول عمرك بتقلي لها جارتنا ام محمود، يبعت لحمها، شو غير اسمها؟ سليم لا تجنني، قلت لك فوت دروس يعني فوت دروس، بعدين تفرج على افلام كرتون حبيبي. ما رح ادرس مع اخي. لكن مع مين بدك تدرس لحالها؟ ما بعرف ادرس لحالي. اي خلي اخوك يسمع لك. لكن ما بدي اخي يسمع لي. اي حياتني بقى، شو بدها؟ اللي خلي سهام بنت الجيران تجي تدرسني. لا تضرب منك الا تساوي بدك. استغفر الو كيفك سهامو؟ انت حبيبتي. ايه سهامو تجي تدرسيني؟ لا انا اطلع لعندك. لا انت تعي مندرس انا وياكي برا ومنزل اخي طارق لجوا. ايه انت يا لطيفه يا ظريفه يا حبابه انت. ايه يلا انا مستنيكي لحتى تجي تدرسيني. ايه ايه يلا ايه ماشي باي. كلية وخلصينا ام محمود. خلص باكلها باكلها باكلها، بس الله يخليكي لا توجعيني. ما بدي ايدك، بدي جنبك. جنبي ما بصير بايدي. ما بصير، دكتور قايل بالعضل. ايه شو علي هاي عضل؟ شوفي شكيني اياها. هلا بدك تلعبي معي؟ تيري خلصيني رح يروح تعقيم الابره. اي روح كبيها، ما بدي الابره. اوف ما بصير، هي اوامر الدكتور. قايلك شو بتتعنطصي؟ شو نزاق اختي؟ هي مو مستشفى خصوصي وانا خصوصي. كبيها للابره، ما بدي اياها. ما بصير يا ام محمود، ما بصير، لازم تاخدي الابره مشان تطيبي بسرعه. بدها تعطيني اياها بايدي. خلاص ديري ام محمود، لا تاكلي هم، انا هون ما حدا بيسترجي يقرب عليها. رح دير انا ابن عمي رح دير، بس انت خليك برا. تفضلي هي مدرت لك.
خديها لل تفضلي. شيلي ايدك هاي. ما بقدر. وليش بقى؟ هيك ما بقدر. انت ما بتتدخلي ولا لك علاقة بأي شيء تاني، فهمتي؟ انت اللي ديري. درت لك لو اعرف شو قصة اللوح الخشب اللي بتعبش قافي كل هالقد، ومانك قدراني تتركي لحظة وحدة. شوفي حبيبتي، وتذكري انه في يوم من الايام ام محمود قالت لك هذا الكلام. ايدي ما بشيلها، عجبك اضربيني الابرة ما عجبك هي مستشفى خصوصي، انا قاعدة فيها لاني خصوصي، وانا ذات نفسي خصوصي. امري لله رح اضربك ياها، بس ما مشاني، مشان الدكتور ما يزعل. قلتك ان وجعت ما عافية. فتح لا دقيقة بس لغطيها. فتح هلا فتح. صار شي؟ صار شي؟ لا ما صار شي، اطمن كله تمام. شو هو اللي تمام؟ بدك ما في شي، عم يطمن على الابرة اذا انكسرت ولا ما انكسرت. إيه لا الحمد لله ما انكسرت. الحمد لله. ربي شو دبك. كان نايم هيك مغمض عين ومفتح عين. قلت له لك ليش هيك نايم؟ قال لي اخذت نص حبه منوم. جميل انت هون؟ ايه هون. كيفك؟ الحمد لله. ام محمود كيفها؟ منيحه. عن جد؟ لا حد طمن عليها. ان شاء الله سلامتك ام محمود، ان شاء الله ما عم يوجعك شيء. لا الحمد لله ما عم يوجعني شيء. الحمد لله، ولا ان شاء الله ما عم يوجعوا شيء. لا كمان هو يقفشني ما عم يوجعوا شيء. الحمد لله. شو هو اللي ما عم يوجعوا شيء؟ لك ما في شيء متحسين، كله بتدقشي من خير فيه. عم تطمن انا على قلبي مو مجلوطه، انا عم تطمن انا. سلامة قلبك ان شاء الله معافى. شوفي ام محمود شو جبت لك؟ جبت لك معي برتقان وتفاح وعصير كومتين من يلي بحبهم قلبك، وجبت لك معي فروج مشوي ريحته بتشهي، وان شاء الله ما تكوني تغديتي. منين اجاها هلا كل هالكرام؟ صحيح مالها بخيله، ايه بس مو هيك، اكيد بكره رح تقدم لي فاتوره مرتبه. بس على مين؟ ما عرفانة مع مين علقانة. رح يطلع نقبة على فاشوش وهلا باكل الطعم عس النارة. شو هالهمة؟ لو كانت امها المريضة ما كانت اعتنت فيها هيك، بس لانه في من وراها طبي ليش لا؟ حلال عالشاطر. انا كمان لازم دير بالي على ام محمود اكتر مشان تكون حصي اكتر. خلي عنك اختي ام طارق، انا بطعميها الفروش بايدي. روحي شوفي جوزك قاعد مع المريضات. معلش حبيبتي انتي ارتاحي، انا بطعمي لام محمود بايدي. لا انا بطعميها. لا حبيبتي انا بطعميها. بايدي يا اختي انا اللي بطعميها. لا لا اي شكون شكون. لا انتي ولا هي. هلا بطالعكم لبرا انتو تنتين. ايش بخيطو؟ ايش بك مبحتي؟ دي انا قاعده بمستشفى خصوصي وبفلوسي، ايش بك مبحتي هالبحته؟ انا رايحه عيط للدكتور اتصف له منكم له ان شاء الله بسمح له تاكل الفروش كله. عالم طمزي قال. طعموني حبيبات طعموني. حبيبتي يا ها 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 حلوة ما نكتك حلوة. احكي لنا واحدة تانية. واحدة تانية؟ في واحدة لا في الا في واحد من عنا هذا توفى ابوه بعيدا عنك قاعد بالتعزاية عرفتي؟ هو من عنا من نفس البلد. يا قاعد يجي عنده الفيو هو عم يبكي يا امي راح كذا بتعرفي شلون بيساوي التعزاية ضل عم يبكي يا امي امي خلو خلص طول ما قال له امي قال له خلص يا اخي طولها بتطول قصرها بتقصر قال له عرفتها بطاطا. حلوة؟ حلوة. احكي لكم واحدة ثالثة؟ يا ريت. ماني حافظها. يا حيط. قريته صحة وهنا. خدي هاي كمان ام محمود، نقيت لك تفاحة 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 بيدي انا هنا. اشري لي هاي. هاي؟ لا. هاي؟ لا. هاي؟ ايه اذا ما بيصير سؤال. ايه ام محمود تكرم عينك. شو سئلي بعدين وما سئلي؟ أنا جايبت لك ياهن لتاكليهن كلياتهم صحة وهنا. والله ما نهيني هالهناء. عرفاني نقطة ضعف أم محمود وعرفاني شلون تستغلها مظبوط.
انا لازم اتصرف قبل ما هناء تحتل قلب ام محمود كله ما يبقى لي قرني. احسن شيء ومتصل بابو تحسين خليه يشتري صدن كنافه بقشطه. ساعتها بنشوف مين بده يتربع بصدر قلب ام محمود. عن اذنك ام محمود، خمس دقائق وراجعت لك. ايه روحي. عفوا ما تحسين. شو هاد؟ شو هاد؟ شو هاد؟ شو في؟ مو انتوا بتقولوا الفواكه مسموحة؟ مسموحة بس ما كلها الآن. لك مو انتوا بتقولوا كلوا فواكه جيدا لأن الفواكه مفيدة جدا. صح مفيدة. فيدني. هاتي. شو اللي زعجك أنتِ؟ ليش مزعوجة؟ ليش عينك ضيقة؟ أنا عيني ضيقة؟ إيه ضيقة. عينك ضيقة، قلت عيني العقربة. مثل بيقول كل شيء بيزيد عن حده بنقلب ضده. حلو. حلو خيطه وانت قلتيها ليكني ايش زدت ليكني لساتني مثل ما انا هنا ليكي بطني زايد شي بطلتها مثل ما هو شو بدك انت تصطف لي ذنبك على جنبك شغل بتاكليهم كلهم كانت رح تنطف اضحكونا معكم على شو عم تضحكوا ما مش يعني مثل ما بيسألش علي يا ابدا ربنا وانت ما تروح تاكل معهم انا شبعان من شوفت عيونك يا فزفز ولا بتشوف عيني ابدا انا بدي افهم هلا انت مره ولا لا انا رجع رجعت انطمزك الله معك يا ام محمود لبقى ترجعي لهون مره ثانيه الحمد لله على سلامتك يا ام محمود الله يسلمك ان شاء الله اخر مرضى ان شاء الله ان شاء الله يا ام محمود عمرك ما بتقولي الاخر ان شاء الله وتعيشي بالعز والجاه ما شاء الله صايره شاعره هلا اهم شيء انك تنفذي تعليمات الطبيب يعني طلعه من البيت قبل 10 ايام ما في تقبرني انا اصلا وين بروح وين بجي مالي حدا بعرف مالك حدا بس هي زياراتك من بيت شقاع لبيت رقاع خففي لي اياها بطلي احسن حاجه بقى تقلي من بيت شقاع لبيت رقاع كتر الله افراحكم خلاص لا تستقبل حدا ولا روح لعند حدا خلص رح انفذ تعليمات الدكتور انا واقعد ببيتي على كيفي ومرتاحه تعملي زينه العقل ام محمود وانا كل يوم بيجي لعندك شوف شو بدك بسوي لك يو على هالحكي ليش انا وين رحت؟ شوفي ست هناء انت موظفه وعندك اولاد صغار ما رح تقدري تحوسي بام محمود اما انا فاضيه طول النهار ما بخليها تجيب كاسه مي وجوزك مين بيحوس فيه؟ هلا بلشنا انتو التنتين لا تخانقوا مشاني انا بحوس لحالي بحالي وبكيف حالي تركوني لا ام محمود انتي مريضة حبيبتي والدكتور قال لازم ترتاحي وانا رح اطبق كلام الدكتور انا ما برتاح الا اذا كنت لحالي اجا الاسانسير يلا تفضلوا وين اخذني ابو طارق؟ لا وين يعني على البيت لا مين قال لك اني انا رايحة على البيت؟ لك هلا وين بدك تروحي؟ اخذني ابو طارق على البريد يلا هون إذا كان مشان تبعتي برقية لابنك على خور فكان أنا ببعت لك إياها. لك ما بدي أبعت برقيات لحدا أنت التاني. لك كان شو بدك تسوي بالبريد؟ يصرف الجائزة. هيك وأنت بهالحالة؟ لك إيه شبه حالتي. طيب أنا باخذ النمرة بصرف لك إياها وبجيب لك المصاري. لا يا ما حذرت بنوب، أنا شبني مثل الحصان بطلع على الجبل زرقن زرقن. سكر. إيه اطلبوا رد. كتر خير جاب الله معك حبيبي مع سلم لي على امه الله يسلمك الله معك مع السلامه على ما هيك يا محمود على ما هيك ارتاحي على الكرسي يلا ارتاحي حبيبتي يعطيك العافيه الله يعافيك اهلا وسهلا نعم جاي شوفي جايين نصرف النمره نحن قديش قيمتها الجائزه الكبرى 3 ملايين وين النمره هاتي لاعطيها استنى جميل انا بعطيها مالي ايدين شو هالزكاه تبعك ها ليك شوفها لك شو ها جايبيني باب خزانه انا بشرح لك القصه هذا يا سيدي الكريم الست ام محمود سحبت نمره يا نصيب لحتى ما تضيع النمره لصقتها على باب الخزانه لما ربحت خافت تشيلها تقوم تنشق ما تصرفوا لها الجائزه مشان هيك جبناها وهي وباب الخزانه فرجوني النمره لك مزبوط هي تربح الجائزه الكبرى الف مبروك ان شاء الله يلا لكن سلم لي المصاري بسلمك النمره سلمت وسلام بس ليك لا تبسبس لي من اولها حلوان ما في لو تطلع عيونك بالطول وبالعرض اختي ما بدي حلواني المهم ما بقدر بصرف لك اياها لتشيلوها من على الباب وبركي شقيت بتروح عليكم الجائزه شو خلص طولوا بالكم اكيد الموظف عم يمزح عم تمزح ما ومين قال لك عم امزح عم احكي جد عم تحكي جد بس مو معقول نمره بتربح 3 ملايين بترمى بالزباله اكيد في حل للمشكله في حل ما اخي انا ما بحسن بصرف لك اياها الا تكون لوحده وسليمه طيب اخي
ممكن تتكرم علينا وتدلنا على غرفة المدير؟ ليش أخي؟ بدك تروح تشتكي يعني؟ لا ليش لا أشتكي، بالعكس ما شفنا منك غير كل طيب والله، بس إلا ما يكون في عنده المدير حل لهالمشكلة، أكيد عنده حل ما؟ روح أخي روح، ليكو بصدر هنيك مكتبه، شرف. أم محمود لا تكلي هم، جائزتك بدك تقبضيها يعني بدك تقبضيها، هلا أنا فوت لعند المدير وأكيد رح يتفهم الموضوع، هاتي النمرة عندي. لا أستاذ جميل، أنا فوت إجري على إجرك لعند المدير. شو يعني مالك مأمنتي لي؟ لا مأمنتك، بس يعني أنا لو مو مأمنتك ما كنت ركبت معك بالسيارة، كنت أخذت تاكسي. إي كتر خيرك. هلا وينا جميل، فوت أنا وياك لعند المدير، دمعتين من هون، على آهتين من هون، على دعوتين من هون بيمشي الحال. مايا حاضر شرفي، استنونا هون، قومي لجوم. جاي. أهلين وسهلين. أهلين. أيوه نعم، مين بيريده؟ والله الأستاذ هلأ مو موجود، بتحب تترك له خبر؟ على راحتك. اف مالك أبو عدنان. وين 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 وين؟ مرحبا وردة. أهلين أنسة أمل. شلونك شلون الشغل؟ إن شاء الله الأستاذ جميل ما عم يتعبك. ماشي الحال. وإن شاء الله الأستاذ جميل كشف مواهبك. أنسة أمل ما في داعي لهالحكي، مو كل اللحمة بيتاكل طيره. شو قصدك وليه؟ أول عرفي احكي بالأول بعدين قولي لي مو كل الطير بيتاكل لحمه. ما قصدي شي أنا. أنتي دقيتي الباب وأنا سمعتك الجواب. بس أنا ما شرحتك لتجرحيني. لكن شو قصدك عن كشف مواهبي؟ قصدي موهبتي التمثيل. التمثيل؟ Yes of course. ليش لهلأ ما عرفتي؟ لا ما عرفت. عارف شو؟ الأستاذ جميل عم يعمل بروفا مع رفيقه الكاتب المعروف الأستاذ وسيم يلي بيجي لهون. إن شاء الله كمان لهلأ ما تعرفتي عليه؟ لا تعرفت عليه. بروفة شو؟ مسلسل 30 حلقة، هو البطل وأنا البطلة. هو البطل وأنت البطلة؟ يا عيني. ولا يهمك وردة ولا يهمك، أنا بكرة لأتعرف على المخرج وقابله بدي أقنعه يعطيك دور بالمسلسل، وشوي شوي 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 أي بتشكلي رجلك بالفن وبتصيري نجمة، وإذا ما صرتي نجمة بتصيري نواصة وردة. أي ولهلأ لسه ما تعرفتي على المخرج ولا قابلتي؟ اتصور يا وردة لهلأ ما عم تزبط أوقاتنا أوقات بعد. ها لكن مين عطاكي دورك بالمسلسل؟ الأستاذ وسيم الريس، هو اللي شرح له للمخرج مواهبي وإمكانياتي التمثيلية فأعطاني دور البطولة فوراً. ووقع عقد معي؟ وقع عقد معي؟ أنا ما بتهمني المصاري، المهم إني أعرض مواهبي للجمهور، بعدين لما بنشهر بصير بشرط وبتشرط وبأمر وبتأمر لكان. إيه مبروك، إن شاء الله بتتوفقي. عن إذنك لفوت أعمل بروفا مع جميل. الأستاذ جميل ماله هون؟ وينه؟ مو على أساس إجازته بتخلص مبارح ولازم يداوم اليوم؟ لازم يداوم اليوم، بس لسه ما إجا. ليقوم مريض أو صار له شي، ما استفدتي بالبيت؟ لا. يبعث لك حمى من بين السكرتيرات، بدك كتير كتير لا تتعلمي انتي، بعدين هيك. الو وين 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 وينو؟ ما بعرف. لكان غاب القط العاب يا عفار. انا بفرجيك يا جميل. ايوه بيطولوا، المهم يقدروا يقنعوا انه يصرف الجائزة. معقول ما يقبل يصرفها؟ ليش ما بيقبل يصرف؟ وانا اصلا ما بعرف، اكيد لهم قوانين لهيك شغلات. الله يصلحها الام محمود، رح تسددها بوش المصرف، وقالت ما في حلوة، صارت تستنى ليصرف لها الجائزة وتصفى المصاري بجيبتها، بدها تقول له ما في. ليش تقول له ما في؟ تعطيه كم 1000 ليرة، عفان. يطولوا لنا، شو صار معكم؟ جوزك ابو طارق شو طلع شاطر بالحكي، ضل ياخذه ويجيبه للمدير، ياخذه ويجيبه لحتى فتل راسه وفتل دوخه وقبل يصرف الجائزه. وين المصاري؟ ليكن هون. شو ها؟ شيك. شو بدك تساوي فيه؟ شو بدي ساوي فيه؟ هذا يا ستي الشيك بدي، لك امشوا هلا عجلوا، هلا بسكر البنك، خلينا نلحقه. مسكي هي عني. وين يا خانم؟
والحلوان ان شاء الله بينسرقوا منك بليله ما فيها ضوء قمر. لك انا وين بدك تقلتي؟ وانت لضي جاي كمان بهدلتونا بالبنك. ايميليا الخشمه يقعدوا هنيك استنوا. مرحبا يا اخي. اهلين وسهلين. مو هون بيصرفوا الشيك؟ اول شيء لازم تروحي لعند هذيك الموظفه تاخذ منك شيك تحقق منه وتعطيكي اتسالية لهون مشان تقضي مصاري. إيه ليش هاللفة وهالدورة؟ طالما بالاخير بدنا نرجع لهون ونقبضهم. ما بصير يا خانم هيك الاصول. طيب بلا اصول بلا فصول بلا حمص ولا فول، مو ابن حلال انت مبين عليك ابن حلال، مو ابن حلال. ابن حلال. خلص صرف لي اياهم. تكرم عينك يا اختي. رح اعطيكي المصاري كلهم، جدا دخلين جو عم يتقطقوا، بس بالاول جيبي لي ارسالية، خمس دقائق جيبيها وتعالي. يا محمود الموظف عم يحكي مزبوط. انت هيك عملت لما صرف جائزتان رجعنا. اه عم بمزح عزيولك. انت رجعي. مرحبا حبابي. اكتبي لي كم سطر ارساليه حبيبتي لهداك اللي مو ابن حلال. انت مبين عليك ابن حلال، اكتبي لي اوامر ارساليه. انت عن شو عم تحكي؟ لو سمحتي بدنا ارساليه تصرف شيك. وين الشيك؟ ليك اعطيني اياه. لا ما بعطيك اياه لحتى تكتبي لي الارساليه. كم سطر؟ يلا. طب وين الهويه؟ ليك طالع ابن عمي. طالع منين؟ لا عمي انا بطالعه. صعبه يعني؟ شو هالفوضى هاي؟ ما في مصنف مثل العالم والخلق. شو قصدك وليه؟ ما قصدي شي. لا قصدي ما قصدي شي. قصدك شغلي مو مرتب. اصلا انا شغلي ما في ارتب منه، واذا صارت لخبطه صارت بهاليومين ثلاثه. شو قصدك وليه؟ ما قصدي شي. لا قصدي عن جد ما قصدي شي. هلا بيجي الاستاذ جميل ومنساله مين بيناتنا شغله ارتب. طول جميل، قلبي مثل النار عليه. سلامة قلبك. قصدي بالي شغل عليه. سلامة بالك. وردي؟ آنسة وردي. آنسة وردي؟ شو رأيك خلي المخرج يعطيكي دور البطولة معي، بس بشرط تتصلي بجميل على البيت. هلا أنت اتصلتي ما كان في حدا. بركي رجع. طيب اتصلي أنت بجوز رجع. كمان ما في حدا. أنا بفرجيك يا جميل. يسلموا هالإيدين يا مجذب ناتبي أحلى منهم كلياتهم. ضابط يا ويلي ارجعوا لا تهدونا ارجعي تودبسي. جبت لك الرسالة خليت الآنسة تكتب لك سطرين زيادة توصل. يا يلا نقي لي ياهم جداد ومحفظة. رح نقي لك ياهم جداد تكرمي. رح نقي لك ياهم خلنج أما بحبحهم ما بقدر. لك ليش انت بخيل؟ ليش بخيل؟ هلا نحن واحد مننا وقت بيوقف على عرباية بردقان بده يشتري كيلين، ما بيحطوا له البياع بردقانتين تطبيشين؟ يعني ليش انت بخيل؟ نحن عم ناخذ من عندك 3 مليون، لازم تبحبح ونحط لي شي 200. دمي خفيف، ايه خانون، بايش بدك تحطي المصاري؟ جايبه معي كيس زباله سفقته من المستشفى طالعه. لك لا ما دخلني. ليك ما قلت لك طالعني شغله ما دخلني. انا طالع وشو صعبة الشغلة. تعال هاي هذا واحد. وقف شو هاد؟ شو عم تعطيني انت؟ هاي رزم مصاري. كل رزمة فيها 100 أم 500 بيطلع لك عندي 60 رزمة. هاي وحدة انت استنى. شو عم تحط لي؟ بدي عدهم. معدودين على الآلة يا خانم. لك انا ما بفهم بالآلة، انا بدي عدهم بذات نفسي. يا محمود اذا بدك تعديهم اليوم ما بنخلص. اه شوفي وراي ليش انا ماشي. انا رايح لعند ريا وسكينه عديهم على كيفي. اروح ازيو لايك عبده. يروح يروح. واحد واحد. ما قلتي لي شو نوع المسلسل اللي بدك تمثلي انت والاستاذ جميل؟ اجتماعي تاريخي معناتها كوميدي؟ لا عاطفي. عاطفي وبتحبي للاستاذ جميل؟ بموت عليه يقبر قلبي ان شاء الله لما بشوفه بيصفر رجليه تحتي. بالمسلسل طبعا. انا عم بحكي عن المسلسل. وهو بحبك؟ يا ريت يا ورده يا ريت يحن علي ولو لحظه واحده بس. بالمسلسل طبعا. يا حبيبي بالمسلسل معناتها حب من طرف واحد. من طرف واحد. صراع درامي مشوق. صراع درامي مشوق بالضبط يا ورده. هي الاستاذ وسيم. اهلين استاذ كيفك؟
منيح انا، بس انت كيف هيك؟ انا كمان منيحه، منتظرتك استاذ. مشان شو؟ يو مشان نعمل بروفة حقيقيه قدام المخرج. مخرج. ايه ليش ما قال لك استاذ جميل؟ لا ما قال لي. اصحى تكونوا بطلتوا تمثلوا المسلسل. لا ما بطلنا نمثل المسلسل، بس المخرج سافر. لوين؟ مو على السعوديه، على الامارات. ايوه مشان يسوقوا المسلسل. برافو، مشان يسوقوا المسلسل. بطول؟ لا شغلته بسيطه، شهر اثنين ثلاثه. ايه ابوك يا سفر. لا امك مليك معنا. مرحبا ورده. اهلين استاذ وسيم. بتفوتي تاخذي الاذن ولا ما في داعي؟ الاستاذ جميل ماله هون. اوف وينه؟ ما بعرف، ولا اتصل ولا قال لي وين هو. مو بعلمي اجازته بتنتهي امبارحه، واليوم عندنا موعد التقي انا وياه بالمكتب. والله ما بعرف شو بدي لك يا استاذ وسيم، اذا بتحب تنتظره بالمكتب تفضل. ايه ايه ورده منتظره انا والاستاذ بمكتبه. الله يجيبك يا طولة البال. وبعدين يا خانوم، وبعدين خلص الدوام بدنا نسكر. اعوذ بالله، وش مين متصبح انا اليوم؟ وش مين يعني بوش مرتك؟ رجعت خربطتني، بدي عدهم من الاول. واحد ابو طارق تعا شوفني وانا عم اعد المصاري، تعا رح يوقف القلب شي في تعب فشلي. ربي يا ربي، دخيلك يا نسامة دخيلك، بس يطلع المخرج نعينا مشددة بعرفك عليه. يعني قلتي ليش بدعينا مشددة؟ ايه بدعينا مشددة. استاذ مو هلأ قلتي لي انه سافر مو على السعودية على الامارات؟ ايه سافر بالعناية مشددة على الامارات. ايه وهلا فهمت عليك، يعني ما رح تنساني؟ لك ينساني زماني اذا بنساكي، ما حنساكي. استاذ الله يخليك، الله يوفقك، الله يخلي لك اولادك ويخلي لك مرتك، خليه رجعني سكرتيرة. حترجعي حترجعي. بيان جميل ما حيجي وتاخر وانا بدي اقدر استنى، عندي موعد مع المخرج. الو مخرج؟ مو ابو يزن، ابو رشا. ايوه بس اجي جميل قولي له رحت على العناية المشددة. ابوك يا الدبا. وردي بس يجي جميل خبريني على المكتب، بدي اياه بشغله كثير 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 ضروريه. اوكي اوكي. ابوك يا تبع، سمعني هالجمله قبل هالمره. جرب نار الغيره ايه او، جرب نار الغيره قول لي قول لي. الحمد لله ارتحنا اليوم من طلتها البهية شي ساعة. شلون على ما تشطها لآخر النهار؟ قديش عم تقول لي؟ ذكرنا الأربعة إجا. بارك لي بارك لي سالم. عفوا ما بسمح لك بنوب، استاذ سالم. استاذ سالم بارك لي بارك لي. مبروك مبروك، روحي لمكتبك. ما بدك تعرف الاول على شو عم تبارك لي. بوس ايدك بدون ما اعرف، هيك روحي على مكتبك. استاذ وسيم وعدني يحكي مع الاستاذ جميل مشان يرجعني سكرتيره. بحيا الله بتحكي جد؟ وانت وينه 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 هذا الاستاذ وسيم؟ شو بدك منه؟ بدي بوسه. واحد اثنين ثلاثه اربعه من بين عيونه. مش عايشه؟ من اول لاول حبيته، دخل قلبي بدون ما اشوفه. معك حق، الاستاذ وسيم بينحب. وانت رح تنتقلي؟ بس يقابله. وانت رح يقابله؟ بس يشوفه. وانت رح يشوفه؟ شوف انا صالح، يعني بشوفك هيك ملهوف يقول مالك مصدق انت تخلص مني. اعوذ بالله اعوذ بالله، حدا بيكون عنده زميله بالمكتب حلوه مثل حكايتك وبيستغني عنها؟ بس الله يوفقك، انت رح تنتقلي؟ شو شباب؟ شبك انت؟ حبشر الموظفين برجوع سكرتيرة. يا رب يا رب تنتقلي بالمكتب لحتى نخلص من هيك ونقول لك فازين. ليه اطلعي ورده؟ عزمتكم معي ما هيك؟ ريحني جميل قعدني. شو عزمتينها؟ بالعكس فرجيتينا شيء ما شفناه بحياتنا. ايه محمود وين بدك تضبي المصاري؟ لا تخافي علي لاقي لهم محل. لا ضبيهم منيح مشان ما يفوتوا الحراميه ويسرقوهم. لا تهكليهم الا ما لاقي لهم مطرح ما تصل ايد لإلهم. هلا لو سمعتي مني مو احسن لي؟ شو كان بيمنعك انك تحطيهم بالبنك؟ منه بتضمنيهم ما حدا يسرقهم، منه بتستفيدي من فوائدهم. لا حبيبي، اول شيء الفائده حرام، ثاني شيء شو بيضمن لي انه ما يصير بالبنك شيء شرط ماس يعني كهربائي يعمل كونتاكت يحترق البنك كله يحترقوا مصرياتي معه؟ مثل ما بدك على راحتك، مصرياتك وانت ادرى فيهم. لك انا شو دخلني؟ انا حشرت حالي اجري. يا لطيف المصاري لستنا فرحتنا، طلعت ام محمود من المستشفى بالسلامه. قريت الف مبروك يا ام محمود. الله يبارك. هلا هلا مبسوطه مبسوطه بلا صلاغيط. هلا بتلموا علي الصايح كله، خذوني لبيتي. يا
شو هذا قفل جديد حتى لك يا جميل شو ما حدا يفوت ويسرق لك البيت شايفه جميل شو قالوا عليك ليش السبب القفل القديم شو نسيتي لما كسرناه عليك وانت عم تنازعي ام محمود يلي بيكسر شغله عيني بده يصلحها هو مجبور فيها مو هيك ابو طارق مو تحطوا لي قفل مثل تبع دكانه السمان لا حبيبتي هذا قفل مؤقت بكره جميل بيجيب لك نجار وبيصلح لك الباب وبيرجع احلى من اول لا تعذب حالك جارنا ابو تحسين شاطر بنجاره وعنده عده بكره بركب لها احلى قفل ابو تكرم عينك ام محمود انت بس امري مع مين المفتاح افتحوا لي معي معي انا جميل حبيبي انت تقبر قلبي افتح لي لام محمود الباب انا عم بسندها ايه انا على مهلي تقبري قلبي ايه هرتي انا بدي لك فك عندي تسلموا ايديك ابو طارق روحي روحي انا الله يعافيكم يا رب انا ان شاء الله برد لكم اياها بالافراح سيدي هي ما بدك هاتي هاتي بلا بدي اياها ارتاحي ام محمود انت ارتاحي ايه يلا وانا كمان لازم ارتاح وانت كمان ارتاحي تفضلي ارتاحي عنا بالبيت لا معلش شكرا بدي اطلع ارتاح بالبيت ايه على راحتك خلص مع السلامه العفا ما اقل ذوقها على القليله كانت تقلنا تفضلوا بعد كل هالتعب اللي تعبنا معها لا تقوم عملت هيك مشان ما طالبه بالحلوان تعملها والله ام محمود بتعملها يعني ما رح تفتح لي دكان لجوزي ما معقول تخجلني شو بدها تساوي بكل هالمصاري وهي ما عندها حدا بجوز هي ما دخلتنا لعندها مشان هنا وجوزها حايمين حواليها صار لهم 4 ايام ما فارقوها ابصر شو بدهم يطلبوا منها اي معها حق ما تلبيهم هي موظفه وجوزها مدير ما لهم بحاجه بس انا غير شكل انا فقيره وانا محمود بتحبني لروح اطبخ لها طنجره محشي ونزل لي اياها وحاكيها مشان دكانه ابو تحسين اكيد ما رح تخجلني